تحية سامي دايس، وماذا نعمل سامي دايس؟ وما زلنا نتداول دخل وتد صاعد، واحنا من زمان انا بحذر من دايس، حتى لو جينا على الاندكتورز هنلاقي بدأ يحصل عندنا ضعف حتى في الزخم الشوائي، حتى على الماك دي، وحتى كمان واضح كمان ان احنا بنتداول داخل وتد صاعد، وما زلت اتوقع ان انا هنتظر منه تصحيح عنيف. ليه تصحيح عنيف؟ لان انا برضو لو جيت بصيت وقلت هاخد مستهدفاتي من الموجة الاولى اللي حصلت، انا حصل عندي ليدنج دياجنال في المناطق دي، واحنا نصحنا شويه بالمستويات دي، وكمان انا بستهدف من مستويات 261 فيب. يعني هل ممكن يتصاعد ويبدا يتسلل لحد مستويات ال 75 انش؟ ممكن، ولكن انا بشوف ان المناطق، يعني انا وصلت المناطق ال 200 فيب، واعتقد المناطق الجاني اربع قويه جدا، وانا متوقع انه هيزيد شويه ولكن مش الصعود القوي. طيب خلينا كمان لو بصينا على فيلم 5 دقايق، يعني انا اعتقد حتى الاقي فيه دايفرجنس لسه ما حصلش، وانا اعتقد ان احنا عملنا 1 2 3 لسه قدامنا شويه صعود على الفريمات الصغيره. طيب قرارك، لكن انا شايف ان انا عشان ابحث عن شراء في دايس انا محتاج يحصل تصحيح محترم عشان استهدف الشراء، لان انا من ساعه ما صعدت من مستويات ال 38 قرش 39 قرش ما حصلش عندي اي تصحيح عنيف يجني اجني ارباح الدوره دي كلها. يعني انا ما زلت لسه مش شايف يعني ملامح قوة، حتى يعني حتى ملامح القوة على الاندكتورز ما فيش، حتى لو رحت على فريم الديلي مع بعض، يعني اعتقد حتى في دايفرجنس واضح، والزخم البيعي حتى على المجدي بدأ يهل قوة. يعني فانا شايف ان احنا في مناطق جاني ارباح جيدة، حتى الشمع اللي عندي دي شمع فوليوم قوي جدا، انا معاك، ولكن انا برضو ما زلت مش شايف لدايس اي اشارة. بالتوفيق.